كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة فقام أمامه فقال دعني من هذا، كان ولا مكان دعني منه، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت. وكل من قال يا الله يجد دافع يدفعه أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه يمين ولا شمال ولا تحت. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام. احنا قلنا هذه القصة مروية من ثلاث طرق. الطريق الأول تكلمنا في حلقة عنها مجملة، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الطريق الأول بشكل مفصل. الآن نتكلم عن الطريق الثاني. هذا الطريق الثاني مروي من قبيل أبي منصور ابن الوليد، لكن هنا المشكلة أن الذهبي يقول قال أبو منصور ابن الوليد في رسالة له إلى الزنجاني. طيب بين أبي الوليد بين أبي المنصور ابن الوليد وبين الذهبي 30 سنة، يعني الذهبي ولد 673 بينما أبو منصور هذا توفي 643، يعني بعد الذهبي ولد بعده 30 سنة. ونفس الشيء أيضا ابن تيمية أيضا في 20 سنة، لأنه أيضا يرويها من هذه الطريقة أنه قال أبو منصور في رسالته رسالة له إلى الزنجاني. حتى ابن تيمية ولد 661 بينما هذا أبو منصور الذي يروي ابن تيمية والذهبي عنه هذه قصة حيار النمذاني ولد 643، يعني كل من ابن تيمية والذهبي الذين يرويان هذه القصة ولدا بعده 20 أو 30 سنة. هذا الانقطاع الأول. لذلك هذا الوهاب اللي رد على الشيخ سعيد فودة قال لك شوف 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 على التناقض، قال لك هذه القصة يرويها الذهبي من رسالة ثابتة لأبي منصور بما يفيد أن الرواية متصلة. اسمعوا على المفاجأة، وإن لم يلقى الرواية متصلة وإن لم يلقى الذهبي، يعني وإن لم يلقى أبو منصور الذهبية مثلا أو العكس. لاحظ، والسند كما هو واضح مسلسل بالحفاظ كما يقول الباري بالله، إيه وإذا مسلسل بالحفاظ بس في انقطاعات وفي، ولذلك هنا الذهبي أصلا يرويها إجازة، حتى هي الطريقة الثانية التي يرويها الثالثة التي يرويها الذهبي عن ابن أبي منصور اللي هو يحيى يرويها بالإجازة، لأنه هو هذا يحيى بن أبي منصور أجازه بمروياته، أجاز الذهبي بمروياته في السنة التي ولد فيها الذهبي، يعني كأنه الذهبي كان إيش موجود في المجلس، يعني كان عمره سنة وأعطى لهذا الشيخ إجازة عامة فعمت لهذا. يرويها هذا أبو منصور، هذا الانقطاع الأول، يرويها أبي منصور في رسالة له إلى الزنجاني. مين هذا الزنجاني ومين هذه الرسالة رواها، من سندة من كذا؟ لك لا لا، هذه ثابتة ومتصلة. وين هذا ثابتة ومتصلة؟ شايف هون الوهابي بتجاهل قضية الأسانيد والاتصال وكذا إلى آخره. أنبأنا عبد القادر هذا الرهاوي، قلنا لكم هذا مع الثناء عليه قالوا لم رديء الكتابة لم يتقن وضع الخط. وهون الكتابة مهمة، لأنه هذه عم تروى بالإجازات هذه القصص، أنه واحد أروانا هو هذا بيقوله في كتابه، ذكره في كتابه، أخبرنا في كتابه أو كتابة أو كذا. لاحظ بيقول لك ومع فضلي وحفظه فغيره أحفظ منه وأتقن. طيب بعدين بيرويها عن أبي العلاء الهمذاني، ابن عثيمين بيقول لك هذه قصة أبي العلاء الهمذاني، لا، أبو العلاء الهمذاني يرويها عن أبي جعفر الهمذاني. كما قلنا لكم هذه همذان يعني نسبة إلى البلد نفسه، أما نسبة إلى القبيلة هذيك تقول الهمداني، وهذه أفادنا بها أحد الفضلاء في التعليق أنه النووي هكذا ضبطها، نسبة إلى القبيلة بالتسكين الميم الهمداني إلى وبالذال غير المعجمة، بالذال يعني المهملة يسمونها، إلى المدينة بالهذا بتحريك الميم والذال المعجمة الهمذاني الهمداني. طيب
هذا الهمذاني هذا بيقول لك هذا هو أصلا فيه علة أصلا عند الوهابي، أنه هذا بيقول لك من كبار الصوفية، هذا من كبار الصوفية، وهم أصلا يقول لك الصوفية أصلا الوهابي يقول كلهم يقولون بيحدث الوجود، وهذا أنا اللي راسلته. لا بكرة بتعطي كل هذا أخونا هذا واحد وهابي سعد الحساني بيقول لي كل الصوفية يقولون بيحدث الوجود، كما قال مين عبد الرحمن الوكيل هذا في كتابه، وهذا عن وحدة الوجود في كتابه هذا، هذه هي الصوفية، والثاني هذا عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب فضائح الصوفية. طيب بعدين هذه هنا في عندك أنت أن الإمام الحرمين توفي سنة 478 وأبو جعفر الهمذاني هذا بيقول لك توفي 531، لكن إمتى ولد بالضبط مش معروف، بالضبط مش معروف، لكن بيقول لك 440 ولد في بين وفاة هذا أبو جعفر الهمذاني. هذا بيقول لك دخلته على إمام الحرمين وما بعرف إيش، طبعا نسينا ما ننس كلكم أنه هذا الـ 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 لكن هذا من أجل المجلس القادم، أنه هذا بيقول لك ما هذه الضرورة التي أجدها في نفسي ونفسك، يعلم الغيب هذا الأخ، هذا أبو جعفر الهمذاني بيقول له أجدها، ما سمعته قلنا إمام بيقول له علمها في نفسي وفي نفسك، يعني ما هذه الضرورة التي أجدها في نفسي وفي نفسك، أنه حينما أقول يا الله نتطلع إلى الفوق إيه، لأنه الحس الإنسان يعبر حتى عن العلو المعنوي بالعلو بالإشارة الحسية، لأنه ما في غير هالتعبير هذا حتى عند أنا تشلون هذا من أجلس مجلس قادم. لكن هو شوف أبي يقول لك هذا 478 توفي إمام الحرمين، هذا توفي 531، يعني بعده 53 سنة توفي. هو بدك تفترض أنه هذا حدث بالقصة عند كان عمره 38 سنة، إذا ولد فعلا هذا الهمذاني 440 وتوفي وأنه حدث أو حدث القصة في سنة وفاته 438، كان عمره هذا 38 سنة وكان عارف من كبار العارفين، ويدخل على إمام الحرمين يفحمه ولا يحدث بها أحد إلا هذا، إلا هذا الشخص اللي هذا من دواعي من علامة كذب الخبر أنه تتوفر الدواعي على 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 نقله ولا ينقل. هذا يجوز مجلس قادم لكن نوثق هذا. لاحظوا إخواني الكرام هذه الطرق الثلاثة، نحن ما يفيدنا لا طريق هذه الثانية، هذه شوف الذهبي هنا في العلو بإيش بالله قال أبو منصور ابن الوليد في رسالة له إلى الزنجاني. طيب الذهبي متى ولد؟ لاحظ الذهبي متى ولد؟ 673 673. طيب هذا متى توفي هذا أبو منصور؟ لاحظ سنة 643، يعني الذهبي ولد بعد شيخي هذا بثلاثين سنة، هذا 643 هذاك 673. طيب اللي ابن تيمية بس روا هاي ابن تيمية كمان شوف إلا قال الحافظ ما فيه أن حدثنا لاحظ قال حافظ أبو منصور ابن الوليد البغدادي في رسالة التي كتبها إلى هذا الزنجاني. طيب إمتى ولد ابن تيمية؟ لاحظ إمتى ولد ولد 661، يعني ولد بعده بعشرين سنة تقريبا. لاحظ هذه من هذه الطريق. هذا الغريب بقى هنا شوف بقى الغريب هنا ايش بيقول لك هذا اللي دافع عن هذه القضيه عن هذه القصه ورد على الشيخ سعيد فوده ايش بيقول لك؟ ها شوف بيقول لك وهذا الاسناد كما هو واضح وكما هو واضح هو بيجيب لك هذا الاسناد هذا شوف ابو منصور بيقول لك كما هو واضح مبتدا بقول الذهبي قال ابو منصور بن الوليد لاحظ في رساله له الى الزنجاني، وهذا يعني ان الذهبي يروي هذه القصه من رساله ثابته للحافظ ابي منصور لاحظ ابن الوليد، بما يفيد ان الرساله ان الروايه متصله وان لم يلقى الذهبي ابا منصور. كيف الرساله متصله وفي انقطاع بين الذهبي وبين ابي منصور مع انك بدليل انت تعترف تقول الروايه متصله وان لم يلقى الذهبي ابا منصور؟ طيب ما هو الحديث الصحيح انه ما يرويه العدل الضاد عن مثلي انتهى الى اخره. طيب وين هذا فيه انقطاع؟ بيقول لك لا هي القصه هي الرساله ثابته. طيب ما ياسم هذا مصادر على المطلوب، وين منين اثبتت انت؟ جيب لي لشوف مين روى هذه الرساله الى الزنجاني بالسند المتصل من ابي الى ابي منصور ثم الى الزنجاني، بعدين بيقول لك مين هذا الزنجاني وكذا. لكن احنا ما بدنا قضيه الزنجاني لانه هو عم يتكلم انه هو رواها هذه عن ابي منصور، اترككم الزنجاني لانه يعني يقول لك انبانا
يعني هذا ابو منصور بيقول له للزنجاني بيقول له انبانا الحافظ ابو عبد القادر. طيب هذا اللي هو هذا الرهاوي اللي قلنا لكم عليه انه هذا لا يعرف الكتابه. لحظه.